العصيرة خدام فيها من الستينات حتى الزروق باقي فيها. العصيرة ديك الساعة كانت ديك الساعة تتصايب، كانت ديك الساعة فيها البيع بزاف. كانوا في شي أنا في مراكش شي 360 مرمى، في مسيوة 400 ولا 500، في دوار بوراس كذا ومثال. دابا دوك ما بقاتش، بقى يلاه شي ستات المحلات ولا سبعة هما اللي بقاو. نعم سيدي، تتكون في المشاجيد، تتفرج في المشاجيد، كانت غير هي بوحدها، وفي الخط ولاو تيديروها هي وزربية، زربية تيديروها فوق منها. ودابا درو كلاو خدامين ليها غير المصلات صافي، وباقي النت فيها، دروك البلاصة يقضى على داكشي. هذيك الساعة نعم سيدي كان السمر موجود، المطار موجود. هو ديك الساعة السمر تيكون موجود، ما دابا درك والو، السمر ما كاينش. الجفاف هذا راه بحال الزرع، كان الماء بزاف راه تيكون السمر بزاف. ما كانش الماء ما باش بين نبت، إلا ما نبت بالماء. الحرب ما باقي بغاها حد، مابقاش ما فيهاش. واش الراجل تيخدم ب 40 درهم 50 درهم 30 درهم؟ اش يقابل اللي هو بيدعمهم؟ ما كاينش. هيا الصناعة غادي هيا دابا دوك حيت ما كاينين هيا ساوية الثمن، راه غادي الحصر حتى ل 50 درهم من المترو. كان ديك الساعة ب 10 الدراهم، 8 الدراهم، 7 الدراهم، ما بغاوهاش. دروك اللي ما كاينة عاد بغاوها، اللي برجع ليها ما كاينة. شحال خصك حتى إلا بغيتي ديرها، شحال خصك عاد يرجعوا ليها اللي بغى يخدم. ولكن الدعم ما كاينش، ما كانش اللي يدعم. حتى دوك اللي تيشريوها باو غير اخير الثمن، باو قال لك غير ناقص الثمن. سير انت طيح عليك ب 20 درهم، بيع عليهم ب 10 درهم. بعت الناس في 10 المتر، وهذا 10 المتر كلها تتسوى 150 درهم، 200 درهم. يلا وربعت الناس وفيها السمار وفيها الشريط وفيها الخدامه وفيها المعلم. يا دابا درك حسين بغيتي تخدمها تطيح عليك 10 متر، تطيح عليك ب 40 ألف فرانك، 50 ألف فرانك ولا تتسوى دروك. واللي يخدمها ما كاين، ولكن إلا رجع قاعد غير ترجع تاني لبلاصتا. اللي دعم ما كاينش. هي الحصيرة ولا بغاوها ما كايناش. الحصيرة دروك إلا داروها كاع في المصلات، تنزل الغبرة لتحت، تبقى الحصيرة نقية. البلاستيك، والبلاستيك الا طاحت الغبره راه تطيح على البلاستيك، دايره كي المسقيه تتشد الغبره. والحصيره لا، ولكن فينا هي؟ شحال خصك باش غادي يرجعوا ليها؟ الا رجع ليها يرجعوا ليها كاع الثمن اللي بغينا فيها باش تتخدم والصوائر وكذا، ما غادي يعطيوه، ما غادي يعطيوه هذاك الثمن. الا حنا بغينا ما ترجع، ترجع الا كان اللي يشد بيديهم ويتعاون معاهم غادي ترجع، ولكن ما كاين اللي واش تسولوا على الحصره القديمه ولا تسولوا عليها؟ ما كايناش. يلاه درك شكون اللي ولا تيديها؟ تيديها النصارى، تيديروا دوك البيرغولات وتيديروها يديروها بحال السقف. هما اللي درك تيديوها، ولكن ما كايناش، غاليه، خاص خدمه قليله. الا تكلتي على هادوك غادي يكملوا هادوك، غادي تبقى تاني بوتي توحل. اللهم كل كان اللي دعمها والله حتى تحيا، ولكن ما كانش الدعم، ما كانش. وكل كان تيصوفوا غير 100 درهم في النهار ولا 80 درهم يرجعوا ليها. دروك كانوا خدامين العصيرة تيصوروا فيها 40 درهم 35 درهم. دروك تيخدموا في تادلاكت تيخدموا فيها 3000 ريال في النهار، بارز عليك الحصيره ب 40 درهم. دوك اللي كانوا تيخدموا الحصيره خدامين في تادلاك، ودوك الناس الكبار مساكن هما اللي كاع دوك اللي خدامين دروك شي شويه، دوك اللي عنده وليدات وصغار وتيخدموا بهم وصافي. اما لا بغا يشد الخدامه هذا ما تسلكوش.